بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. زي ما انتم شايفين كده هنعمل مع بعض النهاردة الكرواسون. طريقة سهلة وبسيطة ومش مكلفة خالص، وان شاء الله تعجبكم. واحدة واحدة كده، بس اول في تعليق ان انا عاملاه قطع صغيرة عشان انا عندي ولاد صغيرين. كنت عاملة قبل كده كبير، فكانوا ياخدوا منه القطمة وكنت بشوفه يعني ايه بيقطموا منه ويرموه، فحبيت ان انا اعمل لهم صغير كده عجبهم. فان شاء الله كده الطريقة تعجبكم. واحدة واحدة كده مع بعض نخش نشوف هنعمل ايه. زي ما انتم شايفين كده المقادير معانا 5 كوبايات دقيق وكيس خميرة فورية وكيس فانيليا، معلقة سكر، 1.5 كوباية مية دافية مبدئيا، يعني ممكن نحتاج تاني ان شاء الله نحتاج، وشوية ملح، رشة ملح صغيرة. هنجيب طبعا البولة اللي هنعجن فيها، هنفضي فيها المية الدافية، نحط السكر ونحط الفانيليا. نقلبهم بقى ونسيبهم شوية. نحط عليهم كيس فانيليا، هننزل بقى بالدقيق حبة حبة كده. هنبتدي بقى نعجن واحدة واحدة كده. نحط بقية كمية الدقيق ونقلب. نفضل نستمر في العجن. طبعا زي ما انتم شايفين العجينة محتاجة معانا مية تانية، هي ناشفة لسه، نجيب لها شوية مية. نحط المية شوية شوية كده ونقلب. نستمر في العجن، ياخد مننا عجن لمدة مثلا ربع ساعة كده نعجن فيها عشان العجينة تبقى طرية معانا. نروح نجيب بس شوية زيت نحطهم، ربع كوباية زيت، نستمر برضو في العجن. طول ما انتي بتعجني او طول ما العجينة بتتظبط في ايديكي،
زي ما انتم شايفين عجناها اهوت، نغطيها بقى ونركنها بتاع ساعة ونص، من ساعة ونص لساعتين، نغطيها بالاسترتش. نحط عليها فوطة برضو ونسيبها من ساعة ونص لساعتين. بعد ما خمرت اهي زي ما انت شايفين كده، خمرت اهي معانا كده، كان عدى عليها حوالي ساعتين. هنجيب طبق ونرش فيه شوية دقيق ونبتدي نكورها كور صغيرة كده زي ما انت شايفين. نعمل كور صغيرة كده، وبعد ما نكورها نروح ركنينها بتاع 10 دقايق كده برضو، نغطيها بالاسترتش ونركنها زي ما انتم شايفين. هي خلصنا الكمية كلها، نغطيها برضو بالاسترتش ونركنها بتاع 10 دقايق ربع ساعة. زي ما انتم شايفين كده بعد ما عدى ال10 دقايق، هنجيب حاجة تانية نحط فيها شوية دقيق وهنبتدي ناخد اول كرة كورناها. اول واحدة عملناها خمرت اهي، نحط شوية دقيق كمان على الرخامة وهنبتدي ايه نبطط كده ونفردها بالنشابة. نفردها كده، نحاول نظبطها معانا. نخليها خفيفة زي ما انتم شايفين كده، ونروح حاطينها وجايبين سمنة على زبدة وندهنها. مفيش، ممكن ندهن زيت عادي مفيش مشكلة. نعمل واحدة كمان، نجيب برضو شوية دقيق على الرخامة. ونبتدي نفردها زي ما انت شايفين كده خفيفة، نحطها على التانية. نروح برضو دهنين الطبقة دي كمان سمنة وزبدة. نركنها ونعمل واحدة تالتة. هنحط بقى حوالي بتاع 8 كده فوق بعض او 10، بس طبعا انا يعني الرخامة عندي مش كبيرة قوي، حوالي 50 سنتي، ف طلعت معايا كبيرة شوية. الفطيرة طلعت كبيرة شوية، المفروض اقلل حجم الكورة الاولانية، الكورة الاولانية. فطبعا زي ما قلت لكم كده هنحط حوالي 8 فوق بعض او 10، كل ما يكون معانا مساحة الفرد كبيرة أو واسعة كل ما تبقى النتيجة حلوة. ندهن برضو الطبقة دي كده. ونستمر في العملية دي كده لمدة مثلا لحد ما العجين اللي معانا يخلص، زي ما قلت لكم 8 طبقات 10 طبقات على حسب بقى ما انتي ايه حابة تعمليه. عجينة سهلة وبصي بتتفرد معانا بسهولة. ترجمة
نعمل اخر واحدة بقى كده اللي هي الطبقة اللي فوق. بس كده اهوت عملناها، انا طبعا غطيناها غلفناها كده وحطيناها في التلاجة لمدة 10 دقايق كده. بعد ال10 دقايق بعد ما طلعناها من التلاجة، بس هي دي بقى الغلطة اللي انا غلطتها، ان انا عملتها كبيرة وانا عندي رخامة صغيرة 50 سنتي، فطلع معايا طبعا الفطيرة عايزة تتفرد اكتر من كده، فهيطلع في التشكيل هتتعبني شوية. انا عايزة المكان اوسع من كده بشوية. هنبتدي نفرد فيها كده، نعملها فتيرة كبيرة كده، دايرة كبيرة. نجي بقى نروح مقطعينها من النص كده بالسكينة، والنص التاني عكسه، ونبتدي نعمل بقى ايه مثلثات صغيرة. المثلث نعمله 2، يعني هي بص ده كده طلع على 4 مربعات كبار، المربع بنطلعه على 4 زي ما انتوا شايفين كده. بنفتح الحتة اللي من تحت دي، ندهن بنحشيها جبنة او اي حشوة انت عايزاها. ونيجي بقى بنبرم من الحتة الطويلة الحتة العريضة لحد الحتة الصغننة، نعمل واحد تاني، نفتح حتة من تحت كده زي ما انتوا شايفين، نروح حاطين حتة جبنة ونروح لفين بالراحة كده، واحنا بنلف نحاول ايه نشد المثلث ده اهو زي ما انتوا شايفينه كده. طبعا كده خلصنا اول صينية، بندهنها بيض بلبن وهندخلها فرن درجة حرارة 180، الرف اللي في النص، وهنبتدي بقى نتابعها ونشوف هنعمل ايه. كده هنركنها الاول شويه بتاع نص ساعه كده تخمر. طبعا زي ما قلت لكم خدت النص بتاع العجينه عشان ما نغلطش الغلطه الاولانيه، عملته لوحده طلع كده زي ما انتم شايفين معانا صغيره اهيت، واحاول اظبطها كده معاكم بقى احسن من الاولانيه. ودي كانت اخر واحده هنحشيها مع بعض شوكولاته. كمل بقى زي ما انتم شايفين كده بعد ما خرج من الفرن اهو خلص معانا زي ما انتم شايفين كده، سهل وبسيط وما خدش معانا وقت خالص. بتمنى طبعا يعجبكم.